ما عمري لعبتها يعني، كنت ابغى اعرف العبها يعني، بس كنت مع الشباب يبغوا يلعبوا واخش العب. اشترد قتل نفسه. اوكي يستهبل في اللي يستهبل هو اللي يلعب الجيم زي كده والله يا عيال هو اللي ينبسط. العب فور فن حبيبي. يا حبيبي يا عشري يا عيوني، الله يعينك على نفسك ويعينك على الناس اللي حولك ويعينك على الفكر الغريبة. أول شيء يعني إن شاء الله وإنت طيب يعني مع عيالي. أنا عمري 39 سنة، 39 سنة بعد سنة كمان. أول شيء حسويه حخلي عيالي ينبسطوا ويتفرجوا على اللي يبغوا قدامي من دون أي مشاكل، وأخليهم ياخذوا راحتهم وما أول نتجدم، ولا أخليهم يفكروا إنهم ممكن يستحوا عشان هم بيسووا حاجة هم يحبوها. هذا أول شيء. الشيء الثاني ما I didn't judge you، أنا ما حكمت عليك كون إنه أنت تحب شيء ولا ما تحب شيء. ما قلت عشان أنت ما تحب الشيء الفلاني هذا أنت شيء بطل. لو الاختلاف الأذواق لبارة السلع يا أخي، أنا غيرك ولازم أكون زيك. أنا ألعب يعني الوالد الله يحفظ لي والوالد الله يحفظ لي إياهم، ألعب قدامهم لول، ألعب قدامهم أنيميشن، أتفرج على كرتون، نتفرج على ديزني كرتونز مع بعض صح؟ ما فيها شيء، إيش المشكلة؟ طيب موعب أهلي ربوني على إنه هذه الشيء حاجات ما الليش الشيء اللي تنبسط عليه حبيبي تفرج. إذا أنت شايف إنه أنت عشان دوب شنبك بدأ يطلع وشايف الرجالة في إنك ما تتفرج على حاجة مرسومة بالكرتون، فالله يعني عادي يراجع لك، ما نحكم عليك حبيبي، ما فيها شيء. أنا ناس بعماري وأكبر مني بنروح نحضر نتفرج على أركين، بنتفرج على مسلسلات، بنتفرج على كراتين، بنتفرج على هذه الكراتين ما هي موجهة للأطفال، موجهة للناس اللي فوق 18 عشان فيها دم، عشان فيها جور، عشان فيها سب، عشان فيها هذا. فأنت يعني قبل ما تحكم علينا كلنا أو تحكم على الناس اللي تتفرج على الشغلات هذه، أخذ فكرة عنها. في فرق بين الكرتون اللي تشوف سبيس تون والأنيميشن، في فرق. أوكي سبيس تون والحاجات المشابهة لسبيس تون اللي يعني مصدر للأطفال غير الحاجات اللي بيتفرج عليها الأدلتس. وهذا يقول لك M rated، mature rated، فوق ال 21، فوق ال 18، فوق ال. أنا ما زلت أحب أتفرج عليه وما أشوفه شيء يعيبني أصلا يعني، ولا في عمري فكرت إنه شيء ينقص من مستواي. ما عليش ما كنت أقصد شيء، عادي حبيبي أنا ما بتضارب معك، أنا لو متضايق منك كان سويت لك بان، بس أنا بشرح لك وجهة النظر أوكي المختلفة. إحنا تعلمنا نقدر وجهات النظر المختلفة، اللي يحب يحب اللي ما يحب عادي، بس كون إنه هو مختلف عني مو معناه إنه هو بطال. فبس أبغى أوضح لك أنا نظام تفكيري يعني وأسلوبي. إلا الله تموت. جديد. يعني جلست جربت أوب. جربت. كل ما يعرف وما يرجع. هذا هو رجع رجع للهبسر الحمد لله.
انا قادر اوصل لها وجهي. أدرك داري يا رهيب. مش مع العيال انت فول هيلث ايش بك؟ وات ذا فوك مان يا عمي. 4 كيلز اطلع عندك وقت دحين. اوكي What are you doing? Not clear yet. جنجل يمكن يجيك. ها انا اوكي ريبول كيل. انا عندي شيلد بو وهذا عنده شيلد بو. يا الله يا الله شيلد بو خربان. يا الله طب ليه بضربه يبغى يموت هو ضيع كل شيء خلاص جزي موت. Let's go. اوش ما مات. اجا كنت عندي انا متاكد. الله يحييك. ما ادري ايش بيسوي هذا.
انا واقف محلي اصلا، ما ادري ليش ما دخلت على تويتش وقتلته اصلا، ضيعت الالتي ما ادري كيف، بس يعني يبغى ياخذ كل. Will Omar make it diamond this season or not? Making it to diamond is very easy. It's very easy. All what I need to do is drop المدمر، get واحد من الستاندرد دايموندز، دو خلص.